بخطوات استعراضية رمزية. شارك العشرات من أفراد الأمن العام والجيش بتدشين العام التدريبي الجديد في محافظة أبين. وعلى وقع النشيد الوطني افتتح محافظ المحافظة قائد المحور وبرفقة قيادات عسكرية وأمنية فعاليات النشاط التدريبي. اليوم في هذه اللحظة التاريخية تدشين العام التدريبي 2019 يأتي هذا التدشين في ظل ظروف تاريخية مهمة في مسار العمل الأمني في محافظة أبين. السلطة المحلية والقيادة العامة للشرطة والجيش اللذان دشنا الفعاليات في مقر قيادة اللواء 15 مشاه في مدينة زنجبار حرصا على تلبية طموح أفراد الجيش وعناصر الشرطة في مواكبة التطورات التي تشهدها المحافظة خصوصا في الجانب الأمني. نتعهد لكم وعبركم إلى قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ المشير الرغل عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ كل التوجيهات والأوامر الصادرة من قيادتنا. الحفل العسكري كان استعراضا لجزء من القوة الأمنية الموجودة في محافظة أبين والتي لا زالت تواجه الكثير من التحديات وتستمر في حربها ضد العناصر المسلحة في عدد من مناطق المحافظة بالإضافة إلى التواجد العسكري للميليشيات الإنقلابية غرب مديرية لودر والذي يشكل خطرا آخر وتهديدا للأمن العام. القيادة العامة للقوات الأمنية وخلال الحفل التدريبي الافتتاحي لهذا العام أكدت على تمسكها بالتوجيهات العسكرية للقيادة السياسية وحرصها على التشبث بوحدة اليمن وتصديها للمحاولات التخريبية التي تهدف إلى النيل من السيادة الوطنية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.